أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة من عيادة الصحة. عيادة الصحة هي عيادة كل أسرة في كل مكان، ضم نخبة من أفضل الأطباء المتخصصين بنجاوب فيها على أسئلتكم واستفساراتكم. النهاردة هنتكلم عن الأزمات القلبية في ظل جائحة كورونا. شرفنا يكون معنا النهاردة في الاستوديو في حلقة النهاردة دكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأمعية الدموية. وأهلا وسهلا بحضرتك معنا النهاردة دكتور. اهلا وسهلا بك دكتور عماد، انا سعيد ان اكون معك النهارده. احنا اسعد، واكيد كل الساده المشاهدين النهارده هيستفادوا من حلقه حضرتك. واحنا يعني طرحنا عنوان وموضوع الحلقه على صفحه القناه وجات لنا مجموعه من الاسئله، في بعض منها شويه صعب شويه، ولكن هنحاول نطرحه خلال الحوار بتاعنا لاننا بنمثل المشاهد وبنحاول نجاوب على استفساراته ايا كانت. وهدفنا طبعا اننا نقدم التوعيه والنصيحه السليمه لكل مشاهد ومتابع لعياده الصحه. ازمه كورونا ما زالت الى الان حواليها جدل كبير، وكل يوم بتفاجئنا باشياء جديده. واحنا بنتكلم عن ازمه كورونا، والحقيقه لازم كمان نشيد بجهود الدوله خلال هذه الفتره اللي شملت كل مكان من خلال التغطيه الشامله للقاح، واللي يعني الحقيقه برضو لازم نشيد بدور الساده المشاهدين والوعي اللي عندهم. نسبه التسجيل على صفحات او مواقع وزاره الصحه لاخذ اللقاح الحقيقه في متابعه مستمره، والناس بتحرص على انها تروح وتاخد اللقاح. كمان يعني في تغطيه في كل المؤسسات، في المدارس وفي الاجهزه الحكوميه وفي الجامعات، يعني شملت كل مكان. واعتقد ان من تصريحات المسؤولين ومن تصريحات على المستوى الاداره حتى المحليه ابتدت في تقلص لانتشار الوباء، واظن حضرتك ممكن تفيدنا اكتر في هذا الموضوع. ولكن هنبدا مع حضرتك ونقول الموضوع الاساسي لينا وهو الازمات القلبيه او النوبات القلبيه، فحضرتك تدينا الاول لمحه عنها وعن اعراض النوبه القلبيه او الازمه القلبيه. طبعا دكتور عماد، يعني بشكرك على المقدمه الجميله ديت، وهي فعلا موضوع في غايه الاهميه. هو نحن نعرف ان الاعراض بتاعت الازمه القلبيه ونتكلم فيها كلام بسيط. هو طبعا الازمه القلبيه من اشهر، او يمكن نقول هو اكثر سبب وفاه في العالم، وما زال هو المسيطر رغم وجود فيروس كورونا، لان هو برضه هو اكثر سبب مسبب للوفاه في العالم. وهنا بيجي اهميه المرض دوت وبساطه الاعراض اللي المفروض على الاقل دوركم كاعلاميين ان انتم تظهروا وتسهلوا على الناس من خلال المنصه الجميله ديت، ان هي الناس تعرف ببساطه لو جالها اعراض بسيطه ممكن تكون ديت فعلا اعراض ازمه قلبيه ولا لا. طبعا القلب عباره عن حجرات بوظيفته ان هو بيوصل الدم للجسم كله. القلب نفسه ليه شرايين بتغذيه، وطبعا اهميه الشرايين دي اللي بيسموها الشرايين التاجيه، انها بتدي الدم الترويه المناسبه ليه. وكل بمقدار، سبحان الله، اذا حصل اي تطور واي قصور في الدوره الدمويه اللي بتغذي القلب يبدا هنا ما يسمى بعرض او ازمه قلبيه. يمكن قبل ما ادخل لك على طول، يعني في دقائق معدوده، احد المرضى اتصل بيا وقال لي انا بشتكي من كذا كذا كذا، وهقول لك الاعراض. فقلت له هذه هي الازمه القلبيه. توجه فورا الى الطوارئ وقلت له يعمل ايه وهو رايح. قبل ما حضرتك تقول الاعراض يا دكتور، هل الاعراض بتبقى متشابهه لدى الجميع ولا في اعراض بتبقى مختلفه من شخص لاخر؟ كلام سؤال مهم جدا، ان في اعراض واضحه جدا، يعني ممكن تعرفها حتى بالتليفون، ممكن تعرفها بالمكالمه، ممكن تعرفها مجرد ما تشوفني وانا بتكلم تشك وتكشف. يعني سهل قوي ان انت ممكن تبقى في اعراض بسيطه، وفي اعراض قد تكون صعبه على الاطباء الغير متخصصين اللي هم مش بيشوفوا الحالات ديت كتير. يعني فعلا في اعراض صعبه وفي اعراض يعني واضحه جدا. الاعراض الواضحه جدا اللي هي فعلا بتبقى حاجه مقلقه وتخلي المريض لازم يتحرك فورا، هي بتيجي على هيئه ضيق في النفس او كرشه نفس فجائيه مرتبطه جدا بالمجهود، واحيانا بيكون بشكل كبير بيكون معاها
مصاحب وجع في الصدر. بيجي المريض يمسك صدره بهذا المنظر كده، هو يقول لك انا حاسس ان في قفش في صدري او حرقان في صدري او تقل في صدري، والالم ده بيسمع في كتف اليمين او كتف الشمال، وممكن الوجع ده يجي في كل مكان، في اي مكان في الصدر. يعني في ناس فاكره ان لازم يجي الوجع عند مكان القلب اللي هو على الشمال، او حي القلب مش على الشمال لكن هو قلب في المنتصف، لكن في ناس فاكره ان هو ده الازمه القلبيه. لا، ممكن الوجع يجي في جنب اليمين او جنب الشمال او حتى في فم المعده او حتى في الرقبه، وبيجي على هيئه قفشه، حاجه قبض عليك. يقول لك يعني حتى المريض اللي من شويه كلمني قال لي انا بشاعر بعرق وحاسس بتقل في صدري وحاسس ان انا مخنوق، ها، وحاسس ان انا بهبط. عرق بارد. عرق بارد بالظبط، بدا يحصل خلاص توهان. لا، قلت له ديت واضح ان في ازمه قلبيه واضحه، انت دوت شعرت بايه تاني؟ قال لي بشعر بهجان، ومجرد ما اروح اتحرك اروح الحمام واجي بحس بوجع في صدري، بحس ان انا مش قادر اكمل المجهود. واحيانا الازمه ديت بتبقى اعراضها قبليها بيكون اعراض واضحه كمان قبليها بكام يوم بتكون اخف. يقول لك مثلا انا بقالي كام يوم مؤشرات او علامات في منتهى الخطوره. ممكن يقول لك انا بقالي كام يوم بس شعرت ان انا مش طبيعي، في حاجه كده انا حاسس بيها ان انا بتعب بسرعه، اعتبرها صفاره خطر، انذار، تبقى زي انذار كده، خد بالك ده انت بقالك كام يوم مش طبيعي. هو انسان سبحان الله بيشعر بنفسه وممكن يكذب نفسه، ودي مشكله برضه. صحيح ممكن يعني يلبس الوهم، لكن مفيش شك برضو ان الانسان لو هو يعني من النوع الواعي واللي فاهم واللي بيطلع على القراءه وفاهم، وده بقى منتشر جدا في مصر، ياخد باله يقول لك بقى لي كام يوم مش طبيعي، بقى لي كام يوم بنهج، بقى لي كام يوم بطلع السلم بيحصل لي وجع بسيط في صدري، ما بكملش مجهودي زي الاول، بقيت بشعر بالنهجان ببساطه، بعرق بسرعه، حاجات بسيطه كده ممكن تكون علامات من بدايات الازمه القلبيه لغايه ما يحصل زي ما حصل من شويه. وكلمني وقلت له توجه فورا الى الطوارئ. وهنا اللحظه الفارقه ان انت في اول ما يجي لك الاعراض البسيطه ديت وشدت معاك وبقت قويه لازم فورا تتوجه الى، لكن مفيش اجراء قبل التوجه الى الطوارئ. في اجراء ليه طبعا. بقى لان حضرتك عارف ان احيانا الطرق للمستشفيات ممكن ما تكونش يعني، لاني في حدود علمي ان قبل نص ساعه بيبقى الموضوع افضل، بعد نص ساعه بتبقى يعني في مضاعفات، فممكن المسافه ما تكونش قبل النص ساعه، ما الاجراءات في المستشفى الطوارئ ما تسعفوش، فايه الاجراءات اللي ممكن يتخذها يعني تساعده في ان هو يتخطى الازمه لحد ما تسعفه الطوارئ؟ هو سؤال مهم جدا يا دكتور عماد. هو فعلا المريض لما يشعر بهذا الشعور، وده اللي حصل كمان على المرض ده، انا قلت له اول حاجه تعملها ان انت تطلب الاسعاف فورا، او يكون فيك معاك عندك عربيه تتحرك فورا لو الاسعاف هيتاخر او في مشكله في التليفون. طب اسمح لي ناخد مداخله وبعدين نستكمل باقي الاجراءات. استاذ محمد من القليوبيه، اهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ محمد. اتفضل معاك الدكتور. بقول لحضرتك يا دكتور، انا بالنسبه لي بنهج بسرعه في طرق السلم. انا سامعك، اتفضل. وعملت اشعه مقطعيه على القلب، لقيت عضله القلب كويسه، يعني كانت حوالي 72%. فايه اللي اعمله بعد كده عشان اشوف حاله القلب فيها ايه؟ طيب حاضر، هقول لك كل التفاصيل. حاضر، شكرا على متابعتك وتابعنا من خلال الشاشه. ده سؤال مهم جدا، وبيبقى شعور الانسان بحاجه جديده ظهرت عليه اللي هو النهجان بدا يظهر عليه. طبعا كلنا عارفين ان الفتره اللي فاتت ديت فتره رمضان، وما قبلها فتره الكورونا كانت شديده جدا خلال السنه اللي فاتت، وكلنا قاعدين في البيت وفي ناس كتير شغلها بدا يبقى اونلاين وعن طريق الانترنت، وده خلى ناس كتير قوي حركتهم تقل ووزنهم يزيد. وببساطه جدا ممكن يكون هو ده السبب النهجان، لان في ناس كتير قوي حركتها قلت ومجهودها قل، وخصوصا كبار السن، وده عن طريق غير مباشر وعن طريق مباشر، طبعا عن طريق اهل انهم بيخافوا على. هل له علاقه بزياده الدهون او الكوليسترول والكبد؟ بيكون ليه علاقه غير مباشره، ان انت بتاكل ووزنك بيزيد، فبتاكل اكل غير صحي، تبقى متضايق وقلقان، وفي ناس لما بتتضايق وزنها بيزيد بتاكل اكتر، وكل الحكايه دي بتخلي برضو عن طريق غير مباشر شويه اكتئاب، شويه ضيق نفس، شويه زعل، شويه خوف،
كل ده مع زيادة الوزن، يعني ضغط يعلى، التوتر، رؤية المشاهد أو الظروف الصعبة اللي احنا مرينا بيها الفترة اللي فاتت ديت من أخبار عشان الكورونا وجيراننا وصحابنا حصل له إيه، كل ده طبعا بلا أدنى شك بيخلي الواحد تعبان نفسيا، بيخليه هو نفسه حاسس إن أنا ممكن يجي لي ده خلاص قرب مني، ده جيراني، ده فوقيا، ده خلاص بنصل لحالات من الاكتئاب البسيط يعني اللي بتأثر على الحالة الصحية. وده كله بيخليه برضو قاعد أكتر وبيخاف أكتر يمشي، يعني ننصح فيزود الوزن. الأستاذ محمد ننصحه بيه، أنا أنصحك يا أستاذ محمد إن أنت تشوف هل الوزن بتاعك زاد ولا لأ، هل أنت لو وزنك زاد هل ده حاجة واضحة عليك؟ طب ما تحاول تقلل وزنك، تحاول تتحرك وتمشي وتشوف نفسك مع المشي أخبارك إيه، مش طلوع السلم بس، المشي مهم جدا. حاول وزنك يخف، الاكل بتاعك يخف، بالليل ما تتعشاش، خلي اكلك خفيف، ممكن كل الحاجات البسيطه دي تفرق جدا معاك. لكن ما يعملش تحليل مثلا وظائف كبد، يعمل لما يعمل المجهود ده ويمشي ويحس ان الموضوع بقى لا ده مقلق جدا، الافضل ليك ان انت تكشف، ممكن تعمل كشف طبي على دكتور قلب، وتعمل موجات صوتيه على القلب، تعمل رسم قلب، حاجات بسيطه هتفرق معانا، وهتعرف برضو بسيط جدا ان انت ممكن تنزل في اي صيدليه وتقيس الضغط وتقيس النبض، تطمن على نفسك، الحاجات البسيطه دي هتفرق معاك، قد يكون الضغط عالي. هو يعني احنا بنشكره ان انت متابع لحالتك وان انت بتاخد اجراءات استباقيه، وده طبعا مهم لصحتنا. ناخد اتصال تاني من رضا من الشرقيه. السلام عليكم. اهلا بيك استاذ رضا. عليكم السلام. اهلا، ممكن اتكلم الدكتور لو سمحت؟ اتفضل، معاك الدكتور. لو سمحت يا دكتور، السلام عليكم. اولا وعليكم السلام، اتفضل يا استاذ رضا. الله يخليك. لو سمحت، انا مريض سكر وضغط. تمام، اتفضل. طب نعلي صوتنا شويه يا استاذ رضا. نعم، نعلي صوتنا شويه بس. بقول لسيادتك مريض سكر وضغط. الو، اتفضل، سامعينك، اتفضل. بقول لسيادتك انا مريض سكر وضغط. عندي سكر. معاك سكر، عندك سكر وضغط، اتفضل كمل. عندي سكر وضغط، وركبت دعامه في القلب من حوالي سنتين كده. تمام. تمام، معاك. تمام. كنت حسيت بالاعراض قبل ما اركب الدعامه دي، تجيلي شهقه كده تقومني من النوم وانا نايم، واخد بال حضرتك؟ تمام، يعني حاجه كده. يعني متداخله مع اعراض ارتجاع المريء ومش عارف ايه. تمام. لما ركبت الدعامه حضرتك دلوقتي، قال الدكتور بعد ما عملنا القسطره، قال لي ان في برضه نسبه ضيق في شريان تاني، وفي شرايين تانيه رفيعه مسدوده. تمام، واخد بال حضرتك؟ تمام، واخد بال. انا دلوقتي بتجيلي اعراض اللي هي زي ارتجاع حرقان كده عند فم المعده كده، وبيطلع لفوق في نص فدي بتقلقني يا دكتور. خايف تكون برضو زي العرض الاولاني بتاع القلب اللي جالي الاول، لان هو جالي بنفس الصوره دي. طيب، ما جاليش بقى تنميل في الايد ولا في الكتف ولا في الحاجات. حاضر، هرد عليك استاذ رضا. شكرا. حاضر. شكرا لاتصالك، وتابع من خلال الشاشه، ونطلع فاصل ونرجع لكم مره تانية بعد الفاصل مع دكتور شريف حسين. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم مرة تانية، بنجدد لكم التحية من برنامجكم عيادة الصحة، ومعنا دكتور شريف حسين، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية. أهلا بيك مرة تانية دكتور. أهلا بيك دكتور رضا. كنا قبل الفاصل مع اتصال من أستاذ رضا من الشرقية، وكان عنده استفسارات حول يعني دعامة وقسطرة وشهقة بتجيله، فمحتاجين حضرتك تجاوب له عن استفساره. طيب، الاستاذ رضا كان سال سؤال مهم جدا، كان بيقول ان هو كان عنده يعني الم زمان وعمل دعامات عليه، وهو دلوقتي بيحس بوجع في البطن وشبيه شويه بالالم بتاع زمان، فهل هو دوت الازمه، بيعمل ايه ويتصرف ازاي؟ الحقيقي هو جاب سيره موضوع مهم جدا، هل الازمه القلبيه ممكن تيجي على هيئه الم في فم المعده؟ وده حقيقي احنا شائع، مش حاجه مثلا ما بنشوفهاش، لا بنشوفها فعلا. ساعات بيكون في مرضى بيجوا بالم في فم المعده، ويفتكروا ان هو الم في البطن، وياخدوا فوار وياخدوا ادويه، ونكتشف في الاخر ان هو دي ازمه قلبيه، ويستغرب المريض ازاي ده انا عندي الم في بطني مش الم في قلبي. لا، احيانا فعلا يكون وجع مرتبط جدا بفم المعده،
وبيسمع على هيئه حرقان في الصدر، وتبقى في الاخر مش حموضه، مش معده، مش ارتجاع من الريق، ممكن تكون فعلا ازمه قلبيه، وخصوصا بقى ايه لو هي مرتبطه بالمشي، مرتبطه بالمجهود. انت لما لو مشيت وجالك وجع او حرقان في فم المعده ممكن ده يكون ازمه قلبيه. عشان كده انت اكيد عندك خبره وعندك فكره الالم عامل ازاي زمان، اللي عنده ازمه قلبيه زمان وجات له جلطه او جات له عمل دعامات بعرف كويس قوي وفاكر كويس قوي هل الوجع دوت هو الازمه القلبيه ولا لا، هل هو زيه بالظبط، هل بيحصل لما بتمشي بتحس بوجع، بتحس فم المعده بيحرقك، ولا موضوع بس لما تاكل تفرق كتير. انما لو بتاكل ممكن يكون مستبعد شويه عن الازمه، لكن لو هو مرتبط بالمجهود فلازم نكشف ونطمن ان دوت مش ملوش علاقه بالازمه القلبيه. طب استاذ رضا عمل اجراءات وعمل دعامه قبل كده وقالوا له انه في انسداد تاني، يعني يعمل ايه في حاله؟ حلو قوي السؤال ده، مهم جدا، لان هو طبيعي دايما عنده هاجس، هل يعمل تاني دعامات، يعمل شرايين؟ كتير قوي عندهم مشاكل تانيه في الشرايين تانيه، وبنقول لهم لا خلاص نكتفي بهذا القدر ونعمل بس الدعامات ديت وبنكمل على علاج دوائي على ادويه، وبنعمل فحوصات كتير قوي من خلالها بنعرف هل محتاج فعلا دعامات ولا لا. بس على الاغلب بيبقى اكتر حاجه مهمه بالنسبه لنا هي الشكوى، والشكوى المرتبطه بالمجهود. اذا لو حد عمل دعامات قبل كده وعايز يطمن على نفسه، او عمل دعامات قبل كده وعنده حاجات تانيه لسه ناقصه المفروض يعملها ممكن ما يعملهاش، لو هو ماشي على علاج دوائي وحالته مستقره ممكن ما يعملش اي حاجه ويستمر مع المتابعه ويطمن ان كل حاجه كويسه، مع الضغط يتظبطه والسكر يتظبطه وخلاص انت ظبطت كل حاجه ممكن ما تعملش حاجه. والاستاذ رضا يبطل قلق شويه عشان ده الناحيه المعنويه مهمه على صحته. وناخد اتصال من الاستاذه كريمه من الغربيه. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك، لو سمحت عايز اسال الدكتور سؤال. اتفضلي، معاك الدكتور شريف. من فضلك يا دكتور، انا مريضة قلب وضغط شجري رئوي، جالي كورونا من شهرين وتعالجت وعملت التحاليل والحمد لله ما فيش حاجه، بعد شهر بعد شهرين جالي تاني بس مش حاسس باعراض جديده زي الاولانيه، هل كده انا منعت ضعفت ولا هتم يجيلي كورونا كده؟ انت سمعت سؤال؟ انت جالك، وبعدين انا ماشيه في مضادات حيويه كتير جدا. انت جالك كورونا وبعد كده خفيتي صح كده، وبعدين جالك تاني كورونا تاني؟ انا مش فاهم. جالي تاني خلال شهرين تقول؟ هو علي صوتك شويه لان خلال شهر. تمام تمام. خلال شهر بعد شهرين بالظبط جالي كورونا تاني. تمام. ايه السؤال بقى؟ ايه السؤال تحديدا يا استاذه كريم؟ هل انا كده منعت دراسه جدا للدرجه دي ولا وبعدين انا عايز على المضادات الحيويه كتير جدا. طيب شكرا ليكي وتابعينا من خلال الشاشه. يعني مشكله كورونا والجلطات وعلاج كورونا والمناعه، طبعا هو موضوع كبير بس انا هحاول اسهل عليك اللي انت بتقوليه. هي جالها كورونا وجالها كورونا بعد كده يعني في خلال شهر. في خلال شهر طبعا. هو يعني الكورونا نفسها بتدي مناعه، ودي مهمه جدا على فكره. انت لو جالك كورونا فده حاجه مش يعني، وخفيتي الحمد لله فده حاجه مش وحشه على فكره، ان انت لما يحصل لك كورونا وبيحصل لك جسمك بيفرز مضادات بتقعد شهور معاكي وتحميكي من اي مشكله تانية، فلو جات لك كورونا بعديها بتكون عادتها اخف من المره الاولانيه، او على الاقل حتى لو اعراضها شديده لكن ما بتاثرش وما بتاديش لا قدر الله الى عوامل خطوره، لان خلاص انت عندك المضاد اللي في الجسم. حتى احنا لما بنقول للناس، لو الناس عايز تاخد لقاح مثلا التطعيم، وده مهم جدا ناخده، لو انت هتاخد تطعيم انت بتقعد بعد ما يجيلك كورونا تقعد 3 شهور. ليه بتقعد 3 شهور؟ عشان ايه؟ عشان انت لما بيجيلك كورونا جسمك بيفرز مضادات للكورونا، فانت بيكون جسمك محمي بنسبه كبيره قوي، نسبه كبيره مش 100%، ب3 شهور محمي من اي ميكروب تاني او اي فيروس تاني هجوم تاني من الميكروب. عشان كده بنقول لك امشي خد اللقاح بعد 3 شهور عشان انت اوريدي اصلا محمي. بس الاستاذه كريمه بتقول ان جالها الفيروس تاني بعد بيكون شهر بيكون اخف شده، ومضاعفاته بتكون قويه. هي طبعا لما بيجي لها تاني بيبقى مرعوبه وخايفه، لان ازاي جالها في شهرين لكن او شهر واحد يعني، لكن بتكون مضاعفاته بتكون اقل. عشان كده ما شاء الله هي بتكلمنا دلوقتي زي الفل، صوتها حتى كويس جدا، لكن هي بتقول كلام مهم جدا. هل المناعه بتاعتي هتقل؟ لا، ملهاش علاقه بالمناعه. المناعه هتقل لو انت نفسيتك اتدمرت، لو انت زعلتي، لو انت خفتي، لو انت ما بتاكليش كويس،
لو انت ما شربتيش كويس، لو انت فضلتي خايفه ومرعوبه. وعايزين نقول كمان ان حضرتك انها مريضه قلب وانها تعافت الحمد لله، ومرتين ده معناها ان معناعتها قويه جدا لدرجه انها قدرت تتغلب على الفيروس. فاحنا نقدر نقول يعني لو حضرتك تسمح لي انك استمري في انك تهتمي بسلامتك، السلامه الغذائيه والصحه الغذائيه، لان ده اللي بيقوي المناعه عندك وده اللي هيحميكي من والحافظ ربنا طبعا من اي مهاجمه جديده او اي ميكروب او حتى اعراض لامراض اخرى. ناخد اتصال من ام احمد من القاهره. السلام عليكم. اهلا وسهلا. عليكم السلام. ممكن تتكلم الدكتور؟ اتفضلي معاك الدكتور. بقول لحضرتك يا دكتور، انا يعني انا من يومين كده مريض تعبان، ورحت كشفت عند الدكتور قال لي ده انتف المعدة انتف المرة وكده، بس انا عندي ألم في الناحية الشمال زي نكبة كده جامدة مش بتسيبني بلاقي اسبوع، ومسمعة في دلعتي من ورا. تمام تمام. هل وزنك قد ايه؟ لا الوزن يعني في شوية. تمام طيب حاضر هرد عليك. شكرا هرد عليك. شكرا لاتصالك وتابعينا من خلال الشاشه. هو انا طبعا الشكوى ديت هي شكوى كثيره جدا عند السيدات، واحنا بنلاحظ ان ليها سببين. اول سبب هو ان بيكون عندها بعض الناس عندهم شكوى زي نغزات في الصدر، نغزات في الجنب اليمين، نغزات في الجنب الشمال، بتبقى عامله زي السكينه كده، بتبقى مقلقه جدا. بس المريض نفسه بيقول لك انا عندي نغزه ويشاور عليها، مش بيقول لك عندي اوجع في كل جسمي او كل سيز، لا نغزه كده وبتسمع في ظهري او تسمع في كتفي، وتبقى مزعجه جدا وبتفضل طول اليوم موجوده، لكن هو بيمارس حياته طبيعي وبيتحرك ويمشي. الحقيقه لو ديت ازمه قلبيه لا يمكن تتمشي او تتحركي او تعملي مجهود، هتلاقي نفسك دايما الوجع هتلاقيه بيزيد وبيزيد وبيزيد وبيجبرك ان انت ما تتحركيش. دي الازمه القلبيه. انما النغزات اللي موجوده مستمره طول اليوم بتبقى في ظهرك، كل ليها كذا سبب. اشهرهم هو الضعف العامل في الجسم، الوزن الزياده او العكس الرفع الزياده، الضعف العام، قله المجهود، قله الحركه، خلاص بقيناش بنتحرك زي زمان، مش بنمشي زي زمان، كل ده بيضعف الجسم، بيخليكي جسمك وعضلات جسمك ضعيفه. اي نرفزه ممكن العضل نفسه يوجعك، اي عصبيه العضل يوجعك، تنامي على جنبك يمين جنبك شمال العضل يوجعك، نغزات تزيد مع النفس، تاخدي نفس، كل ده مش قلب، كل ده مش قلب. لكن طبعا احنا كل ده احنا بنتكلم في التليفون بنقول حاجات، لكن انما طبعا التشخيص المباشر طبعا الافضل طبعا. وفعلا زي ما حضرتك بتقول ان في مجموعه من الاعراض بتتشابه مع يعني كثير من الاسباب المرضيه، يعني زي ما حضرتك بتقول كده اعتقد يعني ممكن تكون برضو المراره لها نفس الاعراض. صحيح. ممكن نزلات برد ممكن تعمل تاثير، في يعني في اكثر من سبب ممكن يؤثر او يدي نفس العرض الخاص به التنفس او النغزات، فمحتاج فعلا انها تعمل ممكن تروح لطبيب ممارس او طبيب باطنه يعني تعمل عنده فحوصات ويوجهها التوجيه السليم. صحيح. تمام. طيب كنا قبل المداخلات بنتكلم على الاعراض، ويعني الاتصالات قالت ان في اعراض مش كل الناس زي بعض، في ناس بيجي لها الاعراض الشائعه اللي حضرتك قلت عليها المرتبطه ب النوبات القلبية، وفي بعض الناس لهم أعراض بتتناسب مع كل حالة من الحالات. وبعدين اتكلمنا بقى عن الكورونا والجلطات، فهل كورونا سبب مباشر يعني كل اللي بيجيله كورونا بتجيله جلطات بيتأثر بيها؟ هو طبعا سؤال حيوي جدا، لأن احنا اكتشفنا ان اللي عنده كورونا وخصوصا لما بيكون عنده أعراض عالية وأعراض شديدة بتأثر عن طريق غير مباشر على الصدر وعلى القلب كمان. يعني الفيروس ده التهاب، والتهاب في الصدر ممكن يعمل التهاب كمان في القلب ويعمل نهجان بسبب القلب مش بسبب بس الصدر. احنا بنشوف حالات حقيقية عندهم مشاكل نهجان وضيق نفس قد يكون بسبب القلب اللي بتأثر بسبب فيروس كورونا، وكأن الالتهاب ده بتأثر على خلايا وعضلة القلب، واحيانا بيوصل لان هو يحصل ضعف في عضله القلب. الحقيقه الحاجات دي مش كتيره، ما بنشوفهاش كتيره، يعني مش حالات، مش كل الحالات، لا حالات لما تكون متطوره قوي، لما يكون الفيروس تمكن من الصدر ووصل كمان الى ان هو كمان تمكن واثر على القلب. من ضمن مشاكل الكورونا ان هي بتزود لزوجه الدم، وكمان بتعمل التهاب في خلايا الشريان او الشريان التاجي
فممكن تعمل كمان جلطات في الشريان التاجي فتعمل برضو جلطات في القلب. اسمح لي أسأل سؤال في هذا الإطار ولكن يعني هنجاوب عليه بعد المداخلة من محمود من البحيرة، بس هسأل السؤال الأول. حضراتكم حيرتونا وتعبتونا لأن بعض الأطباء في البروتوكول يقولوا خدوا دواء سيولة عشان جلطات، وأطباء تاني تقول لا ما تاخدش دواء سيولة لأن ده في خطورة ولازم يكون تحت إشراف طبي، فنعمل إيه يا دكتور في نصائح الأطباء؟ ولكن نجاوب على هذا السؤال بعد اتصال أستاذ محمود. معنا الأستاذ محمود. عليكم السلام، أهلا بك يا أستاذ محمود. بعد اذن حضرتك في سؤال عاوز اسالها الدكتور. طيب تسمح لي تعلي صوتك؟ سامعني كده؟ كده تمام، اتفضل السؤال. بعد اذن حضرتك خصوصنا في سؤال يعني عاوز اطرحه للدكتور. بالنسبه لي انا لما باجري شويه ولا بمشي بسرعه او بطلع سلم او كده وعلى طول بتحصل عندي دزه عند قلبي. تمام. انا مش عارف اختصاص الدكتور قلب. تمام، شكرا لاتصالك وتابعنا من خلال الشاشة. بص يا محمود، هو أي حد بيجيله ألم أو نغزة وهو بيتحرك وهو بيمشي، أنت عايز تطمن أكتر اتحرك وامشي أكتر. إذا النغزة زادت أو الوجع زاد ممكن يكون دوت علامة من علامات يعني في مشكلة في القلب. إنما لو النغزة موجودة ما بتزيدش مع المجهود ملهاش أي علاقة بالمشي، تطلع السلم تجري برضو ما بتزيدش، بتيجي موجوده لكن ما بتزيدش معاك، ما بتخليكش تقف عن المجهود، ما بتجبركش ان انت تقف وتستريح، دي مش قلب. انما لو نغزه بتجيلك لما بتعمل مجهود، ممكن زي ما قلت لك اي واحد بيعمل مجهود بيحرك جسمه وعضلات جسمه فممكن يحصل له النغزات. هنا اهم حاجه تطمن وتزود المشي، زود الحركه وشوف هل الموضوع بيزيد، هل في عرق، هل في اجهاد، بدات تنهج، بدات الموضوع يوجعك لدرجه ان انت لازم تستريح، ممكن تكون دي ازمه بالطريقه اللي انا قلت لك عليها. طيب حضرتك يعني طلعت اللي هي النغزه مش بتاعه القلب، يروح فين عشان يطمن؟ هو في الاول بدايه لما اي حد بيشتكي من مكان في الصدر لازم تروح لدكتور قلب عشان تطمن، تعمل رسم قلب، تعمل موجات صوتيه، وده دورنا دلوقتي. يعني انا قلت لك حاجه عشان اطمنك، لكن ده مش معنى كده ان انت تطنش. ايه مشكله ما تكشف وتطمن وتروح للدكتور وتعمل رسم قلب، تعمل تحليل عنده، تعمل موجات صوتيه، اطمن وشوف نفسك عامل ازاي، اقرب دكتور ليك روح له وشوف الاخبار ايه. في فحوصات حلوه جدا بنعملها نطمن على القلب، زي مثلا رسم قلب المجهود، مشايه تمشي عليها بنشوف كفاءه القلب عامله ازاي لما يمشي على المجهود، بنشوف القلب لما يمشي ويعمل مجهود هل في قصور فيه ولا زي الفل. في فحوصات كتير قوي بتطمنك، وده دورك ان انت تطمن على نفسك في الفتره اللي احنا فيها دي. طيب ناخد اتصال من احمد من الجيزه. معانا استاذ احمد. الو، اتفضل معانا يا استاذ. أيه، السلام عليكم. اهلا بيك. عليكم السلام. سؤالك ايه يا استاذ احمد؟ كان عندي استفسار بس عن حاجه، هو لما يكون مثلا واحد، طب تابعنا من خلال التليفون يا استاذ احمد عشان الصوت يبقى مباشر. لما كان بس واحد كان بيلعب كوره مثلا وقع على رجله واتكبست. متابعينك، اتفضل. وده يعني لما بقت سليمه تمام لعب تاني واتجبست في نفس، وقع واتكسر في نفس الرجل واتجبست تاني، هو الحق ليه يلعب تاني ولا؟ هو ده سؤال ملوش علاقه بالقلب يا دي عين اكيد. انت عندك كام سنه يا واحد بتصدق في الموضوع ولا ايه؟ شكلك صوتك صغير خالص يا احمد. تمام، يعني ممكن في حلقه فيها يعني يعني استشاري عظام ان شاء الله تتصل بينا ونجاوبك باذن الله تعالى. بعض الاطباء بقى نرجع للسيوله بيقولوا لنا بعد ال 40 لازم تاخد حاجه للسيوله بصفه مستمره او تاخد اسبرينا طول ما انت عايش، ودي اجراء يعني وقائي لتجنب حدوث جلطات. وفي بقى بالنسبه لبروتوكول كورونا ان طالما كورونا يبقى لازم تاخد دواء سيوله وتلتزم بيه. وفي نصايح تانية لا ما تاخدش الا اذا كان في تحليل، والتحليل ده بيقول انت عندك نسبه لزوجه وبالتالي عايز تاخد دواء. نمشي ورا مين؟ طيب هو حقيقي سؤال الساعه ده، انا حاسس ان هو ناس كتير جدا بتساله. هو فعلا كان زمان كنا اي حد فوق ال 40 سنه بياخد اسبرين كوقايه من الجلطات،
دلوقتي كل الطب الحديث والعلم والابحاث الكثيره جدا جدا اللي اتعملت في العالم كله اظهرت ان دوت تقليد خاطئ مش صحيح، والمفروض نمتنع عنه، وان احنا ما ناخدش اسبرين ابدا فوق سن 40 سنه لان في مضاعفات خطيره. انما لازم الطبيب هو اللي يقول لك كل واحد حسب حالته، كل واحد حسب الامراض اللي عنده، لان في مش على ما على بطال كده كل الناس تاخده من غير اي سبب، لان احنا ثبت فعلا ان الاسبرين من غير سبب بيؤدي الى مشاكل كثيره جدا في معده وفي قولون ونزيف. والافضل انت تتجنب انك تاخد اسبرين الا لو الطبيب قال لك تاخده عشان كذا وكذا وكذا، هنا تاخده فقط، غير كده ما تاخدش الاسبرين كوقايه الا بالطبيب. الحاجه الثانيه، السؤال المهم اللي حضرتك سالته هو ان احنا بناخد ادويه سيوله في الكورونا ولا لا؟ هو طبعا الناس دلوقتي عشان الضغط بتاخد البروتوكول شفاهيه من بعض، فبياخدوه قالب كده بدواء السيوله. صحيح. مبدئيا عشان نكون واقعيين، هو ما فيش حاجه اسمها بروتوكول مع يعني عالمي او بروتوكول دولي للكورونا، لان حتى هذه اللحظه ما فيش علاج للكورونا حقيقي. يعني ما هو لو كان في علاج ما احنا بناخد ليه؟ والعلاج الحقيقي المناعه والجسم يبقى كل الاجراءات الاحترازيه اللي احنا بنعملها دي اهم حاجه. عشان كده احنا لو في علاج كان الموضوع خلص، ما كناش اصلا خدنا تطعيم. انا لو كان في، هو ما فيش علاج حقيقي حتى هذه اللحظه للكورونا، كلها اجتهادات ابحاث. لكن دواء السيوله بالذات عليه مشكله كبيره جدا، وان احنا بنلاحظ ان دواء السيوله دوت ناس كتير بتاخده عمال على بطال وبجرعات يعني غريبه جدا، والفتره شهر اتنين تلات شهور بدون ما يكون الطبيب قال كده، وبدون ما يكون في عندي كورونا خد الدواء خلاص. الحقيقه احنا كتير جدا بيجوا في المستشفى بنزيف حد، وبيخشوا المستشفى بيعملوا استئصال في المعده، بيعملوا استئصال لمشاكل في النساء، بيعملوا عندهم مشاكل كتير جدا جدا بسبب ان هم بياخدوا دواء السيوله وكانه حاجه عاديه خالص عشان احمي نفسي. لا طبعا، هذا لازم نوقف الكلام ده خالص. ادويه السيوله في مصر بتتاخد كانها يعني شوكولاته زي ما بيقولوا، ده في منتهى الخطوره وممنوعه في دول العالم كلها انك تاخد دواء السيوله غير بروشتة طبيه، والطبيب بيشوف التحاليل بتاعتك ويتاكد ان هي محتاج دواء السيوله. وغالبا غالبا ما فيش واحد بره مصر يعني مش واحد بياخد دواء السيوله في بيت، دواء السيوله بتاخد في المستشفى، دواء السيوله بتاخد في الحالات المتوسطه الى شديده. انما واحد عنده حاله بسيطه او حاله يعني من حاله بسيطه الى متوسطه وياخد بكل سهوله دواء السيوله في منتهى الخطوره، اثاره الجانبيه شديده وضعفاته شديده خطيره جدا، وممنوع في العالم كله لو حد عمل كده يعني بره. ما نستسهلوش زي ما بنعمل كده يعني الشوكولاته، خد الحلويات دي عشان تحميك. مفيش ناخد اتصال من ام محمود من القاهره. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. بقول لحضرتك يا دكتور اتفضلي. انا كان عندي كورونا السنه اللي فاتت وتعافيت منها الحمد لله. الحمد لله ماشي. بس انا سامع حضرتك بتقول ان ممكن تاثر على القلب وعلى عضله القلب. تمام. وبعدين انا عندي برضك نغزات، انا سامع حضرتك من بدري يعني قاعده بتابع. تمام. فعندي نغزه في صدري من قدام كده. ايوه. ومسمعه في الضلع من ورا. تمام. بقى لها يجي اسبوع. تمام. فهل ده يكون برد ولا مثلا حاجه في القلب؟ وبعدين انا النهارده كنت تعبانه فعلا وانا ماشيه كده بنهج وعرقت وحسيت ايه، وحاسه طول اليوم ان قلبي زي ما يكون ايه، شفت بول قلبك اتخطف كده. ايوه ايوه ايوه. فكذا مره كده النهارده كده احس بهبوط او قلبي بيتخطف كده وعرقانه وجسمي يبقى ساقع. طيب. والنغزه دي تعباني فعلا يعني مضايقاني في الليل في التنفس. طيب. شكرا على اتصالك وشكرا كمان على متابعتك لينا، وان شاء الله يعني الدكتور يجاوب على سؤالك. اتفضل. هي طبعا عندها اعراض كتير، بس هي كلها اعراض محتاجه طبعا يعني لازم نكشف عشان نطمن. لكن انا الشكوى بتاعتك فيها عرض شبه نفسي، شبه زعل. يعني انا اشعر من كلامك ان في ضيقه، مخنوقه متضايقه زعلانه، يعني ساعات بنفس الاعراض دي نتيجه الزعل نتيجه التوتر. الخطفه او الضربه الزياده او السحب اللي ممكن تحصل مع بعض الناس بيبقوا اكتر ليها علاقه بالقلق والتوتر، بتحصل اكتر عند النوم لما تكوني قاعده لوحدك كتير، لما تكوني متفكري وقلقانه ممكن تكون ده جزء من المشكله. النغزه عاده احنا ما بنخافش من النغزه ابدا، لان هي زي ما قلت لك النغزه مش هي عرض القلب،
عرض القلب يكون قفش وحرقان وتقل تنميل في تنميل وألم في الجسم ألم في الظهر غثيان وبيكون في غثيان فعلا زي ما حضرتك قلت كده واحساس بالنهجان وضيق نفس بيكون مرتبط بالمجهود النغزة عادتها ما بتكونش قلب لكن مش معنى كده ان احنا ما نكشفش مش معنى كده ان احنا ما نروحش للدكتور نطمن نعمل رسم قلب هو ده الشكوى عندك ظهرت بقى لها اسبوع المانع ما نكشف عشان نعرف هل في حاجه بتزيد علينا هل في حاجه الحقها قبل ما اعرف مش شرط اصلا تكون نغزه ليها علاقه ممكن تكون اصلا قولون عصبي ممكن تكون ارتجاع مريء حاجات كلها ما لهاش علاقه بالقلب لكن على الاقل نطمن ونروح لدكتور طبيب قلب ونطمن ونشوف هل الشكوى ديت هل ليها علاقه باي حاجه ولا لا ناخد اتصال من سعاد من القاهره اهلا بيك يا استاذ سعاد السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله دكتور اه اتفضلي وعلي صوتنا شويه ايوه حضرتك يعني الشبكه بتقطع فنحاول يعني ايوه حضرتك كده كمان اه كده كويس حضرتك كان عايز اسال اه كده كويس اتفضلي اتفضلي قولي سؤالك يا استاذه سعاد حضرتك انا كنت عامله عمليه قسطره في القلب وكان قلب تعبني كنت على طول بتجيلي زي ازمات كده وما بقدرش اخد زي ما كنا نبقى جامده في قلبي جدا فعملت عمليه قسطره في القلب الدكتور طلب مني فبعد ما عملتها الحمد لله ارتحت بتاع شهرين او ثلاثه في القسطره الدكتور قال لي الحمد لله القسطره كويسه مفيش حاجه بس كان في حاجات متسلسلة في الشرايين القلب فرجعت بعد كده يا دكتور بقت تجيني تاني بس على فترات بسيطه يعني الالم بقى بسيط بس ايه بقى تجيني تاني تمام ممكن معلش حضرتك بس انت ما عملتيش دعامات ولا حاجه لا هو ما قاليش هو قال احتمال تركيبي دعامات احتمال ايه؟ احتمال ايه؟ ان قلت احتمال تركيبي دعامات او ان انا اركب دعامات هوائيه ودعامات ثانيه بس في قال لي الحمد لله طلعت القسطره دي عايزه بس بمجرد تسليم طيب حاضر تمام شكرا لاتصالك وتابعينا من خلال الشاشه يعني هو في ناس بتعمل قسطره وعلى الشرايين التاجي وبنكتشف ان هي ما عندهاش حاجه خالص وان الشرايين كويسه وهم لما بيعرفوا ان الشرايين كويسه بيفتكروا ان الشرايين اتسلكت او الشرايين اتفتحت او لا هي الشرايين ما اتسلكتش لوحدها انت اصلا عندك الشرايين اصلا كويسه والدكتور طمنك ان الشرايين اصلا عندك كويسه وانت مش محتاجه تدخل او مش محتاجه دعامات وان لما بتعرفي ان الشرايين كويسه انت لوحدك بترتاحي بعديها وبتعرفي ان الموضوع ملوش علاقه بالقلب بتقعدي فتره انت كويسه ولما الاعراض تيجي تاني تفتكري ان هي في حاجه تانية في الشرايين غالبا ما فيش حاجه في الشرايين غالبا هو ده اللي بيحصل مع الناس كتير قوي يفتكروا ان هم لما يلاقوا يعملوا قسطره ويلاقوا الشرايين بتاعهم كويسه عندهم كويسه يفتكروا ان الدكتور عمل تسليك القسطره ارتاحت هي عرفت ان هي عرفت ان هي كويسه فولاد ليه كويس اكيد هو عمل وسلك حاجه لا هو ما سلكش حاجه هو الشرايين بتاعتي كويسه بس بتبقى ظنا من الناس كتير قوي يقول لك لا ده انا اكيد انا كويسه عشان هو سلك هو ما فيش حاجه اسمها سلك ده هو استكشاف وشاف ان انت كويسه فخلاص فما عندكيش اي حاجه تحتاج التدخل لا قدر الله دعامات ولا قدر الله جراحه قلب مفتوح ولا حاجه من الحاجات ديت فبالتالي انت كويسه والاعراض ظهرت تاني عشان هي ما لهاش اصلا من الاول علاقه بالقلب ناخد اتصال من عزه من الجيزه ايوه السلام عليكم عليكم السلام اهلا وسهلا بحضرتك من فضلك بس كنت عايزه اسال الدكتوره عن حاله والدتي الله يخليك اتفضلي معاكي دكتور شريف بص يا دكتور انا والدتي عندها عملت قسطره من سنتين وطلع عندها انسداد في الشريان التاجي وانسدادات في شرايين كتير قوي في القلب بس طبعا المشكله ان هي عندها ضغط وسكر فالدكتور قال صعب انها تعمل قلب مفتوح فدلوقتي لما بتجي لها الازمه بتجي لها كتمه جامده حاجه جامده جدا على صدرها وبتقعد معاها باليوم والاثنين والثلاثه ما تقدرش تتنفس عمرها قد ايه عمرها قد ايه عمرها السن قد ايه يا استاذ عزه 64 سنه تمام كملي ماشي اتفضلي بس فبتجي لها الكتمه دي ما بنبقاش عارفين نسعفها او نعمل ايه بتبقى عايزه بقى تشرب حاجات مسكره وده طبعا غلط على السكر علشان يعني تعمل يعني عشان تقدر تاخد نفسها أيوة. مثلا حاجات فيها صودا علشان الكبسه اللي على نفسها دي تروح شويه أيوة. بس الازمه دي بتقعد عندها وقت طويل قوي تمام حاضر تمام شكرا لاتصالك وتابعينا من خلال الشاشه
هو طبعا انا اللي فهمته من كلامها ان هي عندها مشكله في الشريان التاجي ومحتاجه جراحه قلب مفتوح. الحقيقي هو واضح ان هي رافضه تعمل جراحه او مش عايزه او خايفه، يعني في سبب ما. هو الطبيب قال لها يعني في نسبه خطوره على القلب المفتوح. هو الخطوره اللي انا سامعها هي بتتكلم ان الشكوى عندها مستمر. والموضوع بيزيد والالم بيكرر والتعب بيكرر. صحيح احنا محتاجين نغير الدواء، نزود الجرعات. في ادويه بتبقى عباره عن لزقه بتتحط على الصدر بتودي الوجع، بتاخد جرعات اعلى. يعني في ادويه ممكن نزودها عشان الوجع ده يروح، لكن الوجع ده لو ما راحش بالادويه ومفيش علاج بالادويه بيجيب نتيجه معاه مهما كان كده. احنا كاننا مستنيين لا قدر الله يحصل جلطه والشريان يقفل وساعتها نندم. فالافضل ان احنا نرجع تاني لطبيب القلب، نرجع تاني نشوف هل في حل ممكن نعمله حتى لو هي خايفه، عشان ما نوصلش لمرحله ان احنا نندم ان احنا اتاخرنا على اي تدخل جراحي او تدخل عن طريق الدعامات. ده اذا كان العلاج اللي مستمر واللي هنزوده تاني بعد كده والايام دي هنزوده تاني ما بيجيبش نتيجه. اذا التدخل هنا قد يكون حامي ليها ومهم جدا. طيب في حاله زي الاستاذ عزه اللي اتصلت، حاله بقى من الحالات اللي جات لها جلطات قبل كده او اللي عندها مشكله في القلب دي، تاخد لقاح ولا لا؟ يعني هل هيأثر عليها؟ هل فيها مضاعفات؟ سؤال مهم جدا. يعني زي اختنا الفاضله، يعني ده مهم جدا ان هي تاخد الفاكسين لوالدتها. يعني ده مهم جدا. يعني معظم مرضى القلب اصلا يعني حتى في السن الكبير، سن حتى فوق السبعين والخمسة، هل اللقاح يعني بنسمع احيانا انه بيعمل مضاعفات وله اثار جانبيه والناس بتتعب، هل يستحملوا السن فوق السبعين ولا الموضوع امن؟ هو انا عايز اوصل رساله لكل الناس ان اصلا التطعيم بيتاخد للناس، اول ناس اول فئه هم الفرقه الطبيه، تمريض واطباء ومسعفين الخ وكبار السن، دول اهم ناس ياخدوا. وكبار السن المرضى كمان، يعني اللي عندهم سكر، عندهم ضغط، اللي عندهم القلب، اللي عندهم مشاكل في الدعامات، اللي عملوا قلب مفتوح، اللي بياخدوا ادويه للكوليسترول والسكر، كل دول اهم واول ناس بتطلع عليهم الموافقه على طول ان هم اول ما يسجلوا ياخدوا. عشان كده بنصح اي حد سامعني دلوقتي وعنده حاجه في القلب ومريض، او والدك او والدتك، انك تسجل لهم فورا لان هم اولى الناس ياخدوا، وهو دوت دورك تعمله دلوقتي. طيب يعني احنا شرفنا على نهايه البرنامج وعايزين نجاوب على سؤال مهم وهو حديث الساعة في ظل حملة التطعيم الموجودة. الناس عندها يعني شوية اختلافات كده في هي اللقاحات اللي عندنا ايه؟ وايه الأحسن، الصيني ولا الإنجليزي؟ ومضاعفات كل واحد يعني بالنسبة للفئات العمرية المختلفة. طيب هو سؤال مهم جدا. هو اللي احنا في مصر دلوقتي هو الصيني وال البريطاني، والحقيقة هم دول الموجودين في مصر، والاثنين تم الموافقة عليهم من منظمة الصحة العالمية نتيجة ان ملايين خدوا الفاكسين. يعني الأسترازينكا ده اللي موجود دلوقتي تاخد تقريبا 900 مليون جرعة حتى هذه اللحظة، يعني قربنا على مليار واحد خد الفاكسين، يعني كمية رهيبة جدا. طبعا لو ده كان ليه مضاعفات كان شفنا بقى ناس في الشارع وناس، يعني مفيش ما بيحصلش كده، ونسمع عن ان الناس خايفه عشان الجلطات اللي ممكن تحصل نتيجه الفاكسين، او مش عارف ده الفاكسين ده حقيقي. لا تم يعني في دراسه كبيره جدا اتنشرت من شهرين ان الفاكسين زي الاسترازينيكا المشهور بتاع البريطاني بيعمل جلطات 4 كل مليون واحد، بيعمل 4 كل مليون، يعني نادر جدا، شديد الندره. شديد طيب الندره بالنسبه للناس اللي لكن اللي عنده كورونا اللي عنده كورونا ممكن يجيله 14%، يعني 14 كل 100 ممكن يجيلهم كورونا، ممكن يجيلهم جلطه نتيجه الكورونا. واربعه كل مليون واحد خدوا الفاكسين ممكن يجيلهم كورونا، وناس خايفه تاخد طيب الفاكسين عشان الجلطات، مع ان هو امن جدا وفعال جدا. فانا بنصح كل في ناس خدت الفاكسين وجالها كورونا. صحيح. وفي ناس خدت الفاكسين وجالها مضاعفات، وده ميزه الفاكسين على فكره. هو الفاكسين مش 100% بيمنع. الفاكسين ليه حاجتين مهمين جدا، بيمنع كورونا، واللي جاله كورونا اثناء هو واخد الفاكسين بيقلل مضاعفاته بنسبه 100%. يعني
لو قدر الله مثلا جاله كورونا من غير الفاكسين كان ممكن المضاعفات تبقى شديده جدا بسبب ان هو خد الفاكسين، فبتيجي اقل، بتيجي شدتها اقل. هو اذا ما يمنعش ما يمنعش، هو اما يمنع يا اما يقلل بنسبه كبيره جدا خطوره. عايزين نحسم جدل اخر، اللي جاله كورونا قبل كده ياخد الفاكسين بعد 28 يوم، برضه نصيحه تانية او راي اخر، اللي جاله كورونا ياخد الفاكسين بعد 3 شهور. صحيح، انهي افضل هو ايه الصح؟ هو احنا كده خلينا واقعيين، الكورونا بتجيب بتخليك محمي 3 شهور قدام، وفي دراسات بتقول ان اللي بيجي له كورونا محمي 6 شهور قدام، لكن في ناس برضه بيجي لهم كورونا بعد شهر وبعد شهرين، لكن هو عنده حمايه ذاتيه من المضادات اللي في جسمه 6 شهور و3 شهور. ففي ناس تقول لا ما تاخدش بقى، ما تاخدش ايه الفاكسين. الحقيقه لا، في ناس كتير جدا لغايه دلوقتي ممكن ناخد الفاكسين بعد شهر من كورونا، لان هو الفاكسين بيحمي اكتر من كده، ممكن يوصل لسنه حمايه. اذا ممكن تاخد الفاكسين بعد شهر من كورونا، وممكن تاخد الفاكسين بعد 3 شهور وهو امن ومفيش خطوره. احنا الفكره ان انت اصلا ما بتاخدش الفاكسين مش عشان هو خطر اثناء عندك كورونا، عشان هو انت اصلا محمي، فبالتالي ما لهاش لازمه تاخد الفاكسين. نصايح دكتور شريف دايما بنثق فيها وبتكون دايما في محلها. وصلنا نهايه حلقتنا النهارده، بنشكر دكتور شريف حسين استشاري امراض القلب والاوعيه الدمويه، شكرا جزيلا دكتور. شكرا لك دكتور عماد. اعزائي المشاهدين واعزائنا اللي تابعونا واتصلوا النهارده، بنشكركم على حسن المتابعه، ونلقاكم غدا في حلقه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.